بسم الله، السلام عليكم. قررت باش ناخذ لكم هذا الفيديو هذه غير باش نوريكم هنا لوتوروت في لونتاريو، يعني في الغرب ديال اقليم كيباك، باش تشوفوا قوة الاقتصاد الكندي بالاعداد الهائلة ديال الشاحنات الكبيرة، الشاحنات المقطورة وغيرها، واللي هي كتسافر في الطرقات ديال كندا. دابا ندير لكم مثلا هنا، كراش نشد لكم هادشي واحد الخمسة ديال الدقائق هكا هنا، غير باش تشوفوا شحال ديال الشاحنات اللي غاديين جايين. دونك المسألة هذه مهمة بزاف، انتبهوا ليها، الله يجازيكم بخير، غير باش انكم تعطيو واحد المقياس ديال شحال ديال الشاحنات اللي تيفوتوا. احنا شنو هنا؟ شوف، قربت لكم الصورة باش تشوفوا مزيان اشنو واقع. بكل صراحة أنا تمنيت نمشي نديرها فوق القنطرة، فوق القنطرة ليها باش يبان لنا الطريق جايين، الطريق جايين فيها الشاحنات والعربات المقطورة، باش يبان لكم الشغل مزيان. حاليا هذه الساعة الخمسة، خمسة من بعد الظهر. اليوم راه يوم الأربعاء، يوم الأربعاء رحنا في 17 ماي 2023. يكون فعلاً هذه غير وحدة من طرق السيارة اللي كنشوفو هنا، راه كاين كتار هما اللي غاديين متوازية، كاين طرق سيارة كتيرة. كان هذه المنطقة هذه اللي تنقول فيها ثلاث طرق سيارة، وحدة كيدفعو عنها، يعني عندك لازم تخلص باش تمشي فيها، وجوج أخرين بالمجان. دابا هادي وحدة فيهم هادوك اللي بالمجان، هادي وحدة من دوك اللي فيهم بالمجان، وحتى هذيك اللي كيخلصوا عليها راه كتكون عامره بالشاحنات حتى هما.
نحاول نبين لكم شي مناظر اخرى. دابا هنايا هادي واحد القنطره فايته فوق، القنطره فايته فوق طريق السيارة، حتى هي تيفوتو فيها شاحنات كثار، ولكن الكثير هو في هاد طريق السيارة اللي غدا شرق غرب. ها هما كنشوف دابا راهم هذاك، هادو هنا راه اتجاه ديال الغرب، وهادو اللي غاديين في هاد الاتجاه هذا راه غاديين اتجاه ديال الشرق. تحياتي واحتراماتي، شكرا لكم على التشجيعات.